السلام عليكم. تؤكد كل البراهين التاريخية أن حركة 13 من يونيو أعادت الدورة الدموية إلى عروق ثورة سبتمبر. بهذه العبارة تحدث عبد الله البرادوني عن حركة التصحيح التي أعادت بث الروح في المشروع الجمهوري منتصف السبعينات. كان ميلاد حركة التصحيح أشبه بالموجة الثانية لثورة سبتمبر وإعادة الجمهورية للشعب الذي ناضل وكافح من أجل الخلاص والمصير المشترك والمصالح الشعبية التي تجسدت من خلال الخطة الخمسية لمشروع التصحيح. وفي مفارقة بالغة الأهمية، عندما شهد 13 من يونيو تحولا سلميا وانتقالا للسلطة الجمهورية من الرئيس عبد الرحمن الإرياني إلى الرئيس إبراهيم الحمدي، بدأت الجمهورية تتجسد على صعيد الواقع الشعبي كدولة للمساواة والتنمية والتعليم والتعاونيات. عقب حركة التصحيح شهد الشطر الشمالي ملامح التمدن والتحديث وترسيخ فكرة الدولة اليمنية وارتفاع معدل سرعة النمو وحركات التنوير والفنون التي توسعت في المدن الكبرى وفي المراكز الريفية أيضاً. نحو 42 عاماً مضت على حركة التصحيح في تلك المرحلة التي عاشت فيها الذات اليمنية مرحلتها الذهبية في الشمال والجنوب بين سالمين والحمدي. تم الانقضاض على حركة التصحيح والدولة اليمنية الحديثة برئاسة الشهيد الحمدي واغتيال الرئيس سالمين الذي أعقب اغتيال الرئيس الحمدي في فصول من فصول انكسار المشروع الوطني في الجنوب والشمال. مشاهدينا الكرام، عن ذكرى حركة التصحيح، المشروع الحضاري والتنموي ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. كونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. لأننا اليوم سننطلق في مسيرتنا، مسيرة البناء والتصحيح والإصلاح، مسيرة المحبة والخير. سننطلق من كل قرية في اليمن. قبل غروب شمس خميس 13 من يونيو، استمع اليمنيون في الشطر الشمالي للجمهورية إلى صوت المذيع قائلاً: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية العربية اليمنية. كان يتبع ذلك الصوت أغاني وطنية ذات امتداد جمهوري سبتمبري. بين تلك الأغاني كان المذيع يردد جملة قصيرة، بيان هام سيذاع بعد قليل. بينما كان الشعب ينتظر بفارغ الصبر ذلك البيان الذي يحمل في مضامينه الكثير من التحولات. بعد الغروب مباشرة استمع اليمنيون لميلاد حركة سلمية بيضاء برئاسة المقدم إبراهيم محمد الحمدي على رأس حركة عرفت بحركة 13 من يونيو التصحيحية، والتي عقدت اجتماعاً عرف باجتماع مجلس القيادة ليبدأ بإصدار البيانات السياسية، أبرزها إعلان الحمدي رئيساً للجمهورية وتكليف حكومة حسن مكي بالاستمرار في أعمالها. تم توديع الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مطار تعز بعد أيام من إعلان الحركة التصحيحية كرئيس جمهورية سابق، في مشهد غير مألوف في الحالة العربية بالنسبة لرئيس تنازل عن السلطة سلمياً من أجل الشعب ورئيس صعد إلى السلطة سلمياً من أجل الشعب. وإذا كنا منذ 13 من يونيو نكرم كل إنسان في يوم من الأيام مقابل جهد وطني خلاق وإبداع وطني شريف. بدأ اليمنيون يستمعون لخطاب التصحيح كامتداد لروح سبتمبر ومشروع التصحيح الذي اشتغل على المصالح الاجتماعية للشعب وتكريس دولة القانون ووضع بوصلة تنمية مستدامة على أساس الخطط والبرامج. بحسب متابعين، استندت حركة التصحيح على رؤية بالغة الذكاء والإنجاز وقيادات تتسم بالفهم والنزاهة وأسس تنظيمية مؤسسية وخطة خمسية ركزت على التنمية على صعيد الدولة من خلال المؤسسات وعلى صعيد التنمية المجتمعية من خلال التعاونيات. ركزت حركة التصحيح على الإصلاح المالي والإداري وإنشاء لجان للتنفيذ وتحويل المؤسسة العسكرية من ولاءاتها المتعددة إلى الولاء الوطني المؤسسي والتحول من قانون القوة إلى قوة القانون. وقبل أن يكتمل الحلم اليمني الجمهوري المتجدد من حركة التصحيح والذهاب نحو الوحدة الوطنية مع الشطر الجنوبي للجمهورية، امتدت أيادي ليلة الغدر بالرئيس ومشروع التصحيح لتغتال حلم الذات اليمنية الجمهورية في العصر الحديث.
إذا مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذه الحلقة سيكون معي عبر الهاتف الأستاذ محمد الصبري، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من القاهرة. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا، مساء النور، كل سنة. أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. نود أن نسألك على الصعيد السياسي، ما الذي مثلته حركة 13 من يونيو من أهمية سياسية؟ الحديث عن حركة 13 يونيو بهذه المناسبة في لها معاني كثيرة ودلالات تعطي لكل يمني ثقة بالذات أن اليمنيين يستطيعون أن يصنعوا تحولات في كل ظرف صعب. حركة 13 يونيو شكلت نهضة يمنية في ظرف قاسي، وكانت اليمن تعيش محن متعددة على كافة الأصعدة والتوجهات الداخلية والخارجية، واستطاع الشهيد إبراهيم الحمدي مع نخبة من طليعة أبناء اليمن الأحرار أن يشكلوا برنامج للنهوض، برنامج للإنقاذ، برنامج للبناء، وفي نفس الوقت برنامجا وحدويا على الصعيد اليمني. والاحتفال اليوم أو استذكار هذه المعاني والدلالات هي التي تعطي حركة 13 يونيو قيمتها في تاريخ اليمنيين. نعم. 3 سنوات من عمر الحركة لم تكن بالمعدل الزمني بالشيء الكبير، يعني هي ممكن تكون في عمر الشعب اليمني 3 أشهر، لكن توفر الإرادة الصلبة والقيادة النزيهة والطليعة الوطنية التي التفت حول الشهيد إبراهيم الحمدي صنعت معجزة في هذا الزمن الوجيز على كافة الأصعدة. نعم. إذن التصعيد كفكرة جمهورية أستاذ محمد، لماذا توقفت بعد اغتيال الرئيس الحمدي؟ الاغتيال الغادر الذي جرى للشهيد إبراهيم الحمدي وكان موجه لمشروع الدولة المدنية، مشروع الدولة الوطنية، لمشروع الوحدة اليمنية. المؤامرة استهدفت كل هذه المعاني، لكن يبقى إبراهيم الحمدي حاضرا في وجدان اليمنيين الذين عاشوا زمنه والذين لم يعيشوا هذا الزمن، بمعنى أنه هذه الحركة لم تنتهي ومعانيها ودلالتها لا تزال حاضرة وقائمة لدى كل اليمنيين، ولا يزال اليمنيين بكل أطيافهم مجمعين على أن برنامجا وطنيا تحت قيادة رجل بحجم إبراهيم الحمدي وطليعة وطنية ناصرية كانت إلى جانبه استطاعوا أن يصنعوا معجزة، وهذا يعني أن الزمن اليمني يمكن أن يتكرر بهذا المعنى وإن بظروف متغيرة. يعني الأحداث الكبيرة والفترات الزاهية في تاريخ الشعوب والأمم لا تنتهي ولا يمكن أن يقضي عليها حاقد أو غادر أو قاتل أو مجرم، تظل مطالب الشعب اليمني اليوم قائمة تستلهم هذه التجربة، وترى أن هذه التجربة مثلت لهم نموذج حتى لا يقال أن اليمن عقيمة عن القادة وعقيمة من البرامج وعقيمة من المشاريع، كلاما ليس صحيحا. يكفي هذه الذكرى وغيرها كثير في تاريخ اليمن من الإنجازات والقادة العظام الذين استطاعوا أن يحققوا للشعب اليمني كثير من الإنجازات. نعم، لو تعمقنا قليلا أستاذ محمد في الحركة، يعني من المعروف أن البلاد كانت تشهد صراعا سياسيا حادا بسبب انقسام النخبة الحاكمة آنذاك، فإلى أي مدى كانت عملية إشراك الشباب فعالة في تجاوز الحالة التي كانت قائمة قبل الحركة التصحيحية؟ باعتقادي أن الحركة اعتمدت على 3 مرتكزات رئيسية الخروج باليمن من الوضع البائس الذي كانت تعيش فيه. البرنامج الأول فكرة إعادة بناء الدولة وتطهير المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة من كل ما شابها في تلك الفترة من صراع بين مراكز النقود وتحول الجيش الوطني إلى عبارة عن معسكرات مسلحة تتجاذبها القبائل وتتجاذبها القوى التقليدية، وكان هذا بالمقام الأول هو المشروع الرئيسي لبناء الدولة الوطنية. ثم بعد ذلك كانت الركيزة الثانية برنامج التصحيح المالي والإداري
الذي استقطب فيه الشهيد إبراهيم الحمدي كل كفاءات ورجالة اليمن المخلصين، واستطاعوا في خلال عامين أن يطهروا كل مؤسسة الدولة وأجهزتها من العابثين والفاسدين والمرتزقة والذين كانوا يروا أن المال العام والوظيفة العامة غنيمة أسرية أو غنيمة مناطقية أو غنيمة مذهبية. وبعد هذا البرنامج التصديق يعني جاءت مرحلة بناء التشريعات، تشريعات القضاء والنيابة العامة والبناء الاقتصادي والبناء الإداري والإدارة المالية. لم يكن قبل فترة الشهيد إبراهيم الحمدي هناك من ملامح نستطيع أن نتحدث عنها ملامح دولة حديثة. جاء مشروع إبراهيم الحمدي لكي ينقل اليمن من مرحلة الصراعات ما بعد ثورة سبتمبر إلى 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 مصاف الدولة الحديثة التي تبني كثير من الأسس التي لا نزال نعيش عليها حتى الآن. تجربة البناء الوطني للدولة الوطنية لا تزال تستند إلى ما أنجزه إبراهيم الحمدي. والركيزة الثالثة التي اعتمد عليها أنه استقطب إلى جانبه القوى الوطنية، رجال الفكر، رجال القانون، استعان بكل الخبرات الوطنية من أجل أن ينفذ هذا البرنامج. وفي نفس الوقت انفتح على الشطر الجنوبي من الوطن، حينها كان يعتقد أنه لا 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 مقام لبقاء دولة شطرية طالما إن كانت البلد موزعة ومفتتة. هذا المشروع الوحدوي كان مشروع أصيل عند الشهيد إبراهيم الحمدي ورفاقه الذين صنعوا معجزة في 3 سنوات كما سبق وأن قلنا. والدلالة الرئيسية التي نحن نقرأها من هذه الفترة أن الذين تآمروا على مشروع إبراهيم الحمدي انتهى بهم الزمن اليوم إلى أن يصبحوا مطاردين ولا يذكر لهم الشعب من 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 من, من, من شيء سوى أنهم عاثوا فسادا وعبثوا بمقدرات البلد. لكن إبراهيم الحمدي اليوم بذكراه العطرة وذكرى رفاقه الذين عملوا معه لا يزالون في وجدان اليمنيين وحاضرين بمشروعهم الرئيسي لبناء الدولة الوطنية. نعم أستاذ محمد، يعني تحدثت عن يعني الوحدة التي يعني ربما بدأت معالمها بين سالمين والحمدي، يعني شهدت العلاقات بين الشطرين تطور ملحوظ في ملف الوحدة بالذات. ما هو الأثر الذي تركته حركة التصحيح؟ حركة التصحيح يكفي أنها جعلت من مشروع الوحدة اليمنية مشروع بناء دولة وطنية لكل اليمنيين، قائم على أساس دولة المواطنة، قائم على أساس المساواة، قائم على أساس دولة القانون. لا نستطيع أن نتحدث عن دولة وحدوية بين أشخاص أو بين أفراد أو بين منطقة ومنطقة. المعنى الوحدوي الأساس لدولة الوحدة الوطنية هو أرساها الشهيد إبراهيم الحمدي. والمفاوضات التي كانت تجري أيام الرئيس سالمين في تلك الفترة كانت كل الخطط والمشاريع التي تتحدث بهذا المعنى بهذا السياق. من أتى بعد هذه الفترة لم يأتي بجديد خارج عن تلك المباحثات. الشيء اللي أفسد هذا المشروع وجعله مشروع ناقص المعنى والدلالة هو أن الذين ذهبوا للوحدة ذهبوا بمشاريعهم الشخصية، مشاريع الغنيمة، مشاريع تقاسم الدولة، مشاريع نهب المال العام. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى أن نستعيد هذا المعنى العميق للدولة الوحدوية للدولة الوطنية من تلك التجربة. ويكفي أن اليمن خسرت من أجل هذا المشروع زعيمين عظيمين هما الشهيد إبراهيم الحمدي والشهيد سالم ربيع علي، لأنهم أرادوا بصدق وبنية صادقة أن يبنوا لليمنيين دولة يعتزون بها تحقق كرامتهم وترفع من قيمتهم في محيطهم وفي عصرهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الصبري عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدة والشعب الناصري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأنتقل إلى ضيفي الآخر الأستاذ ثابت الأحمدي الباحث والكاتب عبر الهاتف أيضا من الرياض. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك أستاذ ثابت. يعني ونحن نتحدث عن حركة 13 من يونيو وحركة التصحيح، برأيك يعني ما أبرز ما أحدثته الحركة التصحيحية في ذلك الوقت، يعني خاصة على مستوى الاستقلال السياسي والاقتصادي؟ حركة 13 يونيو عادت الإسلاميين اليمنية هم المخطوطين منذ ما يزيد عن 1100 عام إلى تلك الفترة، وكان من ضمن أهدافها الرئيسية بدرجة أساسية أيضا بناء دولة يمنية حديثة بجيش قوي وحديث وبتعليم من أيضا حديث يواكب العصر. حركة 13 يونيو برئاسة القائد الحمدي عرفت من هو اليمن وما هو اليمن وماذا يعني مجد اليمن حاضرا ومستقبلا وماذا يريد أهله، فمشت في الدرب ومشت في هذا الاتجاه، غير أنها وئدت في الوقت المبكر. على أي حال ثم مسار آخر كان قد خطفت الحركة أيضا بعد الثورة أو تراجع زخم ثورة 26 سبتمبر بعد انقلاب 5 نوفمبر في 67، فجاءت ملكيات وجاءت أئمة بدل إمام فردت الاعتبار، جاءت 13 يونيو ردت الاعتبار لثورة 26 سبتمبر قبل ذلك التي بدأ وهجها يتضاءل ويتراجع. نعم، إذن يعني أستاذ ثابت، ربما من أبرز مآثر الحركة التصحيحية هو إشراك الشباب في إدارة البلد كما يقال، جعلهم محور أيضا عملية التنمية. ما هو الأثر الذي تركته الحركة في هذا الجانب؟ ثمت مآثر كثيرة لا تزال آثارها أو لا تزال يعني إيجابيات هذه الحركة سجالة على لسان ذلك الجيل إلى اليوم، لم ننسى ونحن أطفال صغار يعني تلك اللحظات يعني الحزينة أثناء موت وتشييع جنازة الرئيس الحمدي. من ناحية ثانية أنا أود أن أركز على الإيجابيات، اللجنة العليا للتصحيح التي كانت قد قضت على الفساد وجعلت اليمن دولة حديثة أو في طريقها لأن تكون كذلك خالية من الفساد، فكرة المؤتمر الشعبي العام الجامع التي كانت من ذلك الوقت أو التي طرحها الرئيس الحمدي نفسه ليضم كل اليمنيين تحت لواء واحد وفكرة موحدة يضم بها شتات كل اليمنيين المفرقين يومها. أفكار كثيرة جاءت بها يعني حركة 13 يونيو كانت ستقفز باليمن إلى مصاف الدول المتقدمة، ولكن للأسف. نعم، إذا تمتعت البلاد خلال حكم الرئيس الشهيد الحمدي بالاستقرار ربما بعد مرحلة طويلة من الحرب والصراعات السياسية، كيف أثرت طبيعة الحركة كونها كانت يعني حركة سلمية على هذا المشهد؟ هو انقلاب أبيض وحركة سلمية لم تسل فيه الدماء، لأن الرجل أصلا يمتلك مشروع، كان الرجل يعي ماذا يريد تماما، ويكفي أنه كان صادقا نيتي، صادقا اللهجة، صادق التوجه، يعني مات فقيرا، كل هداياه أودعها في البنك، كل أمواله التي تحصلها وهو رئيس الجمهورية أودعها خزينة البنك المركزي، والشواهد على ذلك يعني شاهدة إلى هذا اليوم. كانت الحركة اختارت أو يعني اعتمدت بدرجة رئيسية على الشباب الصادقين الذين لا يزالون بنفس سبتمبري عربي عروبي كبير جدا في تلك اللحظة، فاعتمد عليهم بدرجة رئيسية وأزاح رموز الفساد وأزاح المتنفذين الكبار عن المناصب، ثم بدأ يعني دورة جديدة في طريق بناء اليمن الحديث حتى وافته المنية. نعم أستاذ ثابت، لو تحدثنا عن نهاية هذه الحركة، يعني لم يكتفي المخلوع صالح بدوره في عملية اغتيال الرئيس الحمدي ومشروعه والانقلاب على الحركة التصحيحية، يعني كما تؤكد الكثير من الشهادات، هناك كان يعني عمل مهدف خلال ثلاث العقود التي حكمها لأجل محاولة طمس أثر هذه الحركة وطمس صاحبها من ذاكرة الناس، ما هي دوافعه لذلك؟ ومع ذلك يعني لماذا لم يستطع أيضا أن يمحو ذكرى الشهيد الحمدي رغم محاولاته الحديثة لذلك؟ لا صالح ولا غيره يستطيعون أن يمحوا ذاكرة الرئيس الحمدي من ميامي أو صورة الرئيس الحمدي من ذاكرة الشعب مطلقا، يعني سواء لهذا الجيل الذي لا يزال يعيش أو للجيل القادم، لأن الرجل كما ذكرنا كان صادقا في توجهه وكان يحمل مشروعا للبناء وللتحديث ولبناء اليمن الحديث، وبالتالي أحبه الشعب.
صالح ويعني وألوان هو من القوى التقليدية في اليمن استطاعوا أن يخطفوا البسمة من وجه الشعب باغتيال الرئيس الحمدي ليمارسوا كهانتهم كما يحلو لهم يعني وليحكموا وفقا لمصالحهم الخاصة التي لا تتفق وطبيعة النظام والقانون والدولة المدنية التي كان يجدها الرئيس الحمدي رحمه الله. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ ثابت، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري. أستاذ محمد، يعني شهدت البلاد خلال حكم الرئيس الحمدي نهضة معتبرة واضحة خلال فترة وجيزة، ما هي أبرز معالم تلك النهضة؟ حقيقة أولا نترحم على أرواح الشهداء 11 أكتوبر 77 ونترحم على شهداء الحركة الوطنية. سمات لحركة 13 يونيو هي أنها أرادت أن تعيد أو تنفذ أهداف 26 سبتمبر التي كان يتم الاتفاق عليها منذ 5 نوفمبر 67، ونجد من أنه كان اهتمامه بالجانب التنموي وبالجانب الإصلاحات الاقتصادية والانحياز للسواد الأعظم من الشعب، ولذلك نلاحظ كافة المشاريع التي بدأت في تلك الفترة وهي الإصلاحات المالية والإدارية، والتي من آثارها من أنه الموازنة التي كانت تواجه اليمن فيها عجز وتبحث عن قروض ومساعدات تحولت إلى فائض، وفي 77 بدأت اليمن تتحول إلى دولة مقرضة مش مستقرضة، تقرض البنك الدولي. نعم. هذه واحدة من سمات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. اثنين، شكل لجان التصحيح التي شكلت في 75، ونلاحظ من أنه هذه اللجان وصلت إلى 500 لجنة تشمل كافة المحافظات وكافة الوزارات وكافة المؤسسات، وتمثل رقابة شعبية من العاملين ومن المواطنين. إذا هذه الرقابة هي التي حققت هذا الجانب. الميزة التي في الحركة برضو من أنه هي بدأت بنفسها، يعني القائمين عليها كانوا يمثلون قدوة في تنفيذ القوانين والالتزام بها، يعني مش عبارة عن قوانين تصدر معلقة في الهواء ولا يطبقها المسؤولين كما تلا بعد الحركة، لا، كانوا أول من يلتزموا بهذه. ونلاحظ من أنه إبراهيم الحمدي من رتبة عقيد ورجع إلى رتبة أقل ونفذ هذا الجانب عليه في إطار القوات المسلحة. إذن من ضمن السمات برضو نجد من أنه الجانب التثقيفي والجانب يعني كم عدد من المراكز الثقافية التي بنيت محافظات المناطق من صعدة إلى عمران إلى مارب، إلى الطرق التي شقت في تلك المرحلة وهي طرق من صنعاء إلى حجة، من صنعاء إلى عمران، من صنعاء إلى صعدة، من صنعاء إلى مارب، من صنعاء من ذمار إلى البيضاء، هذه كلها شبكة إلى منتعز التربة، كل هذه الطرق شقت لأنه كان يريد أن يربط كل هذه المناطق بوسائل مواصلات مسموحة للناس لأنها تشكل وجود الدولة. نعم أستاذ محمد، يعني الدولة في هذه المناطق. نعم، دعنا نتحدث أيضا عن أحد تلك المعالم وهي تجربة التعاونيات التي دشنتها الحركة، ربما كانت من أهم معالم الحركة آنذاك، كيف ساهمت هذه التجربة في تطوير البلاد وتعزيز المكاسب الشعبية؟ وأولا بالنسبة لتجربة التعاونيات بدأت الفكرة قبل حركة 13 يونيو وكان موجود. نعم. لكن بعد حركة 13 يونيو أصبحت بانتخابات تتم، وهي هذا الجانب الجوهري الذي يفهمه الناس، إنه القوى التي متنفذة والقوى المتخلفة سحب البساط من تحت أرجلها من خلال من يتقدم للانتخاب، وكان شعاره من أنه اللي ما يقدمش حاجة من المنتخبين سيتم إسقاطه في الانتخابات القادمة. ولهذا كل من كانوا بالتعاونيات اشتغلوا بهمة من أنه يكونوا متواجدين، وأصبحت القوى المتنفذة من مشايخ ومن شخصيات اجتماعية لا تقدم ترى بس عملية الوجاهة،
سقطت وبدا يسحب البساط، وهذه هي النقطه الفهم للعمليه الديمقراطيه التي ازعجت كثير، ومن ضمنهم دول الاقليم اعتبروا من ان هذه التجربه مرتبطه بمصالح الناس، مرتبطه بالناس انفسهم. لهذا نلاحظ كم شقت من الطرق، كم وجدت من المدارس، كم وجدت من المستوصفات، كم وجدت من مشاريع المياه بفضل هذه التجربه التي شكلت جزء داعم لموازنة الدولة بالجهد الشعبي والجهد المواطنين. هذه هي السمة التي في تجربة التعاونيات، ولهذا نلاحظ من أنه أول ما تم ضرب تجربة التعاونيات ولجنة التصحيح. لماذا؟ مع أن كانت تحقق مكاسب للمواطنين وليس للأنظمة الموجودة، كانت ترتبط بالمواطن. لهذا نعتبر من أنه التآمر عليها مش على الحركة، على أشخاص قيادات الحركة، وإنما كان التآمر على مشروع موجود ومن ضمنه مشروع التعاونيات، لجان التصحيح، الإصلاح المالي الإداري، والتي كانت تستهدف إيجاد الدولة وهيبتها وفرض سيادة القانون في إطار ما كان يطرح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد مسعد الرداعي، الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وعودة إليك أستاذ ثابت. أستاذ ثابت، ربما يعني يعيب البعض على الحركة أنها جاءت وعطلت الحياة النيابية والدستورية آنذاك والتي كانت قائمة، ما هي الأسباب التي دفعت الحركة للقيام بهذه الخطوة، وما هي البدائل التي أوجدتها برأيك؟ تلك القرارات التي اتخذت بعد 13 يونيو كان لابد منها، كان لابد ان تتخذ حتى تستعيد الدوله هيبتها، لان القوه التنفيذيه، القوه المتنفذه الممسكه بزمام يعني الحكم او التحكم في تلك الفتره، استغلت ما يسمى بالشورى او يعني بعض المعالم الاولى للديمقراطيه لصالحها الشخصي. لم يكن في عهد الرئيس الايرلاني رحمه الله هو شخصيه وطنيه على اي حال، لم يكن هو الحاكم او المتحكم في الشعب بقدر ما كانت القوة المتنفذة، القوة التقليدية القبلية هي التي تحكم أو التي توجه الرئيس نفسه. فأراد الرئيس الحمدي رحمه الله قطع يعني هذه المسارب التي يتحرك من خلالها هؤلاء، تتحرك من خلال هذه القوى، ويعني وصناعة دولة مركزية قوية في طريق في طريقها إلى المحليات وإلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات. هي خطوة يتبعها عادة أصحاب المشاريع الكبيرة في طريق تثبيت أركان الدولة وتعزيز هيبتها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ثابت الأحمدي الباحث والكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ معن دماج، مدرس مادة الفلسفة في جامعة صنعاء، عبر الهاتف من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ معن. مثلت الحركة التصحيحية نقطة انطلاق حقيقي للبلد من خلال اعتماد طريقة ربما مختلفة في الإدارة، يعني كيف تقرأ نشأة هذه الحركة؟ يعني في سياق ثورة 26 سبتمبر والتراكم الاجتماعي والثقافي والسياسي والإداري الذي كونت، وأيضا في سياق الردة التي حصلت في حركة 5 نوفمبر. السنوات التي تلت حركة 5 نوفمبر كانت سنوات قاسية على اليمنيين، رغم أنها أتت بالسلام، سمي بالسلام بعد المصالحة الجمهورية الملكية، لكنها كانت سنوات عجاف لأنها شهدت أشكال تسلط القوى التقليدية. حركة 5 نوفمبر كانت إضافة إلى البعد الأيديولوجي الموجود فيها حركة الإخوان المسلمين والبعث، كانت تعبير عن حكم ما يمكن أن نسميه أبناء الوجهاء والذوات، أبناء القضاة والمشايخ وبعض الأسر الهاشمية والقادة العسكريين، وكانت قد تمتعت بمستوى عالي جدا من الفساد وسوء الإدارة، وترافقت المسألة حتى بظواهر طبيعية، لأن اليمن شهدت جفاف وحصلت حالة أشبه بالمجاعة في تهامة.
وكان هذا الحكم وهذا النظام بمحاولة أيضا تكييفه وتطويعه للسعودية قد تحول إلى مراوحة بين مراكز القوى. لا الرئيس الإيراني يستطيع أن يحكم ولا الشيخ عبد الله رئيس المجلس النواب وقتها ولا المشايخ، وكان الرجل القوي قد تم التخلص منه حسن العمري. في هذا السياق ومن ضمن الضباط الصغار الذين تشكلوا ثقافيا وفكريا وإيديولوجيا داخل حركة 26 سبتمبر ظهر، وإن كان الأمر بتسوية وبدعم إقليمي، ظهر توجه يستوعب الحاجة الاجتماعية، وكان محاولة للعودة لروح 26 سبتمبر، وتعاملوا معه اليمنيين على هذا الأساس. نعم أستاذ معن، يعني إلى أي مدى كانت شخصية الرئيس الحمدي محورية في هذا التحول؟ كانت محورية إلى حد كبير، لأنه طبيعة النظام الذي قائم على الزعامة شخصية وعلى قائد الجيش الشاب، والذي كان في الواقع يمتلك كثير من مقومات الكاريزما والصفات الشخصية التي تجعله مقبولا ومحبوبا. كان شابا في بداية الثلاثينات، عمره تقريبا 34 عام، وكان قد تدرج في الوظيفة العسكرية، ولكنه كان بخلفية حزبية، كان كادرا في حركة القوم العرب وفي الحزب الديمقراطي الثوري قبل أن يتخلى عن هذا العمل ويصبح مساعدا للفريق العمري، وحتى مد صلات مختلفة بأغلب التيارات السياسية بما فيهم الإخوة المسلمين والتعاون مع التنظيم الناصري. هذه الخلفية إضافة إلى سماته الشخصية، رجل متواضع وكان خطيبا مفوها، واستطاع أن يمد جسور مع كثير من الفئات الاجتماعية والشعبية، وأزاء نفور الناس من الكبار الضباط ومن المشايخ ومن القضاة والهاشميين وأبناء النخب التي كانت قد عثت فسادا في البلاد، جعله محبوبا، وبدأ أنه وإن كان ينتمي إلى شريحة القضاة أحد أفراد الشعب، وكانت سياسته الاجتماعية والنجاحات الاقتصادية التي حققها المربوطة بإدارة جيدة من ناحية ومربوطة بتغيير الدولية في الواقع مع ارتفاع وانفجار أسعار البترول بعد حرب 73، ما جعل العائدات اليمنيين في الخارج وتحويلة المغتربين ترتفع بصورة كبيرة جدا. حسن إدارته وشخصيته وخلفيته المتعددة حتى بالمعنى الاجتماعي، فالرجل ولد في قعطبة مثلا ونشأ في ذمار ثم مارس السلطة السياسية في صنعاء، جعله قريب لشرائح اجتماعية مختلفة، وكانت تريد أن تطوي صفحة كبار السن من المشايخ وحتى قادة الحركة الوطنية السياسية. ذلك جعلت شخصية الحمدي مركزية إلى أقصى حد، ولذا ما نغتيل بتلك الطريقة البشعة والإجرامية حتى تقريبا تهاوى النظام وأصبحنا في سنوات العجاف لعلي عبد الله صالح. نعم. ومن قبله أحمد الغشمي. نعم إذا يبقى معنا أستاذ معن، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد طارش خرسان الكاتب والأديب من إب. مساء الخير أستاذ أحمد. يا مساء النور ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع مشاهدي قناة الضيف. علينا وعليكم إن شاء الله. ورمضان مبارك علينا أيضا وعلى الدكتور وضيفكم الدكتور معنا إن شاء الله. علينا عليك أستاذ أحمد. بداية برأيك، ما الذي شكلته حركة التصحيح من إلهام لثورات فبراير؟ أنا أعتقد أنه حدثت حركة 13 يونيو طبعا العظيمة، حدثها الكثير من عملية التغييب المتعمد من قبل نظام الآيات الله صالح، وبالتالي كانت هي تمثل ذروة أحلام اليمنيين، أو ربما نقول أنها كانت الحالة أو حالة التعافي الوحيدة منذ انطلاق ثورة سبتمبر وحتى عام 74. طبعا لم تأتي ثورة 13 أو ما يسمى بحركة 13 يونيو يعني كحركة اعتباطية، وإنما كانت كحركة عكست أو كانت صدى لتطلعات اليمنيين ورغبتهم في بلد تحكم الديمقراطية، تحكم المواطنة المستقلة وما إلى ذلك. ثورة فبراير ربما كانت هي امتداد لحركة 13 يونيو العظيمة بما مثلته أو بما حملته من طموحات وأحلام، هي كانت ربما هي نفس أحلام
حركة 13 يونيو المجيدة. نعم. طبعا حركة أو يعني ثورة 11 فبراير العظيمة التي خرج فيها اليمنيون لقول كلمة لا، لا بمعناها العام والواسع والفضفاض طبعا، والتي تعني الكثير من 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 المطالب التي حملتها هذه الثورة، والتي لم تكن لتختلف عن المطالب أو عن المشروع الذي حمله الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي رحمه الله منذ حركة 13 يونيو العظيم عام 74 وحتى اغتياله بتلك الطريقة البشعة كما قال ضيفك العزيز. نعم. إذا ما حجة اليمنيون إلى مراجعة تجربة التصحيح في هذا الوقت أستاذ أحمد؟ الآن الواقع، الواقع الذي نعيشه اليوم هو الذي يحتم على اليمنيين أن يراجعوا تاريخهم، هو الذي يدفع اليمنيين إلى أن يقولوا أو إلى أن يبدأوا باسترجاع أو بسرد أو بتتبع ملامح هذه الثورة أو حركة 13 يونيو العظيمة. طبعا نعم، هذا الانقلاب الذي حدث على حركة 13 يونيو يعتبر نفس الانقلاب الذي حدث على ثورة 11 فبراير، ولا يمكن أن نفهم أي عملية في اليمن إلا في سياق الثورة والثورة المبادرة. ما حدث بعد حركة 13 يونيو وما حدث بالضبط تماما بعد اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم محمد الحمدي هو نفس ما حدث لحركة أو لثورة الشباب عام 2011 تماما، والتي أدت إلى انقلاب على كافة الأحلام والطموحات اليمنية الحقيقية أو المستلزمة للتحقيق. نعم. إذن ابقى معنا أستاذ أحمد، أعود إليك أستاذ معني، يعني إذا ما وصلنا إلى نهاية قصة الحركة التصحيحية، ما هو مجموع الأسباب التي قادت القوى المناهضة ل يعني إسقاط هذه الحركة واغتيال قائدها برأيك؟ والله هناك كثير من الأسباب تتعلق من ناحية حتى بالوضع الإقليمي، ولكن تتعلق بطبيعة الحركة نفسها. الحركة يعني نستطيع أن نقول كما قال كاتب يمني كبير أنها يعني أثبتت في جانب منها أنه لا يمكن تحقيق غاية نبيلة بوسائل ليست كذلك. الطابع الفردي والاعتماد على العمل العسكري والاعتماد على المؤسسة العسكرية، الأستاذ الشاعر العزيز أحمد طرشان كان قد يعني شبه الحركة ب 11 فبراير. هناك كثير من أوجه التشابه بالجانب الإصلاحي والشعبي، لكن الفارق أنه حركة 13 يونيو كانت حركة فوقية من داخل الجيش، من داخل المؤسسة العسكرية. نعم. وثورة 11 فبراير كانت تحرك شعبي غير مسبوق في تاريخ البلد. حتى ثورة 26 سبتمبر بدأت كحركة جيش وتحولت إلى ثورة شعبية، بينما 11 فبراير حركة شعبية قاعدية لم تقودها أي نخبة، وشاركوا فيها ملايين اليمن في أربع جهات الأرض في 18 ساحة. رغم النتيجة المأساوية والوخيمة لما تعانيها اليمن الآن، لكن هذا لا يجعلنا نغفل هذا الطابع. هبط اليمنيين ونزلوا إلى الشارع كحركة شعبية أخذت قرار هم بأيديهم وتعبير عن إفلات كل النخبة السياسية والاجتماعية. بالنسبة للشهيد الحمدي وحركة يونيو، فطابعها النخبوي واعتمادها على قيادة الجيش، وإضافة إلى أنها في لحظة من اللحظات كانت بإرادة وبتغطية سعودية تصادمت معها عندما ظهرت النزعة الاستقلالية ومحاولة بناء دولة حقيقية ومؤسسات تضمن الاستقلال القرار الوطني داخل النخبة العسكرية التي كانت قد هيمنت من داخلها، تم الانقلاب عليها. عندما نرى أسماء الشخصيات التي انقلبت على الرئيس الحمدي والتي شاركت في جريمة تصفيته بتلك الطريقة البشعة، سنرى أنهم من الضباط اللصيقين بالحركة، وهؤلاء مساعديه، يعني كل الأسماء من أحمد الغشمي إلى علي عبد الله صالح وحتى ضباط أقل شأنا كانوا من جزء من جهاز الدولة الذي كان يحكم به علي عبد الله صالح وحتى الذي كان يحكم به الشهيد الحمدي. حتى أن شعراء يمنيين وحتى أن سياسيين يمنيين ضمنهم الأستاذ أحمد دهمش كان قد توقع هذه النهاية، وكان الأستاذ الشاعر الكبير عبد الله البشاري قد كتب
توقعه لهذا المصير شعرا في قصيدة معروفة وشهيرة، وبالتالي لم يكن الأمر مفاجئا. الرئيس الحمدي للأسف الشديد لم يجد الحركة السياسية التي تعاونت معه، من ناحية أدارت له الحركة الوطنية ظهرها، لأن هناك كان قراءة خاطئة للتيار الغالب فيها أن عليها أن يظل وكما كان في شبابه مجرد عضو صغير في هذه الحركة، والرجل كان رئيس ولا يمكن التعامل معه إلا كرئيس وصاحب مشروع. ومن ناحية المؤسسة العسكرية كان قد تم تدمير الجزء الأكبر منها وتصفية الضباط الوطنيين والتقدميين في أحداث أغسطس. ومن ناحية أخرى كان المجتمع اليمني قد تعب بعد 8 سنوات من الحرب، ثم 7 سنوات من التسلط والفساد بعد حركة 5 نوفمبر. والرئيس حاول، الرئيس الشهيد حاول بطريقته وبذل مجهودا كبيرا، لكن لم تكن تتوفر الشروط السياسية والشعبية للذهاب بعيدا. والخيار بالإصلاح من أعلى أثبت أنه غير ممكن من دون حركة شعبية. طبعا الرئيس الشهيد حاول أن يستدرك ذلك من خلال محاولة تقليد التجربة في الجنوب، من خلال تنظيم سياسي موحد كان لديه فكرة المؤتمر الشعبي العام طبعا بشكل آخر ومختلف عن الذي شاهدناه لاحقا، لكن ذلك لم يكن كافيا. إذا لم تكن الإصلاحات السياسية والتغيير السياسي يستند إلى تنظيم شعبي مستقل ومتجذر في المجتمع، يمكن كما شاهدنا في تجربة الرئيس الشهيد الالتفاف عليها باغتياله أو تصفيته أو الانقلاب عليه. والشعب والتنظيم الشعبي دائما هو الضمان الوحيد لأي تغيير سياسي عميق. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج، مدرس مادة الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، المشروع الجمهوري الذي تم اغتياله باغتيال الحمدي، هل يمكن استعادته برأيك؟ يعني هل يمكن أن تتخذ التيارات السياسية أو أي تيار سياسي جديد حركة تصحيح كأنموذج لها ويعني كبرنامج ورؤية لها؟ في حقيقة الأمر أولا هو توضيح بسيط حول يعني الفروق التي ذكرها الدكتور معنا فيما بين ثورة 11 فبراير وحركة 13 يونيو. هو فعلا أنه هذه طبعا 11 فبراير كانت حركة شعبية انخرط فيها الجميع، لكن انخرط فيها الجميع حينما فقدت القواعد الشعبية الأمل في الخلاص عن طريق النخب. في حركة 13 يونيو ربما حدث العكس، إنه النخب هي من قامت بالعمل أو من قامت بالمبادرة أو بالبيت في تنفيذ المشروع عبر طرق وأدواتها الخاصة نيابة عن القواعد الشعبية. حقيقة المسار الجمهوري لا يمكن أن نربطه بجماعة أو بحزب أو بتنظيم معين. المسار الجمهوري يجب أن يكون مسؤولية الجميع، مسؤولية أبناء المجتمع اليمني كامل، أحزاب، منظمات، قواعد شعبية، كل الناس يجب أن يهبوا لاستعادة جمهوريتهم المستلبة. هذه الجمهورية التي تم استلبها في 21 سبتمبر المشؤوم طبعا، والتي أدت إلى الإطاحة لكل مقومات النظام الجمهوري وبكل مؤسسات الدولة. حقيقة المهمة ليست صعبة، متى حدث الإيمان بضرورة استعادة الجمهورية. قد تكون صعبة في نظر الكثيرين، وأن هناك قوى تعمل على إعادتنا إلى الوراء، لكن بتصميم وإرادة اليمنيين وحلمهم الحقيقي بالتغيير والحصول على وطن يسعى الجميع دون ما طائفية أو دون ما تمييز عنصري أو طبقي أو سلالي أو مذهبي، حينها سنستطيع أو سنقول للجميع أن باستطاعتنا استعادة الجمهورية المستلبة. طبعا الجمهورية المستلبة ليست مجرد شعارات قد تردد، إنما هي سلوك، وهذا السلوك يستلزم من الجميع انه التمسك به والانقياد تحت كل النقاب او القاده الذين يعملون على اعاده جمهوريتنا المستلبه طبعا. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ احمد طارش خرسان، الكاتب والاديب، كنت معنا عبر الهاتف من اب. اشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان التقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.